يا جماعه انا بحب النظام. ايوه النظام، كل شيء لازم يبقى عندي منظم. اليمين يمين والشمال يمين. يعني مثلا لو انا مشيت في الشارع لازم امشي على الناحيه اليمين من الشارع، حتى لو في عربيه تخبطني مش مهم. ولو انا مثلا بتفرج على التلفزيون بتفرج على الجنب اليمين من التلفزيون. وحتى لو اكلت حبيبه قلبي، حتى لو اكلت الاكل لازم اكله على الناحيه اليمين من بقي. ها لازم كل حاجه يمين، والا ميزان حياتي كله يختل. اه فعلا حالتك صعبه قوي. مش كده بس، انا بقى حالتي اصعب منك. عارف ليه بقى؟ علشان انا كان عندي زمان عروسه صغيره كده بحبها قوي، عاشت معايا سنين طويله جدا على الجنب الشمال، ولما ماتت قصدي ضاعت، انا اتعقدت وما بعرفش اقعد على الجنب الشمال ده خالص ولا انام عليه، وبعدين جابت لي ذكريات مؤلمه. طب وبعدين؟ ولا قبلني يا روح قلبي، انت بقى هتضحي وتنام على الجنب الشمال. يا سلام، طب وما تضحيش انت ليه؟ عشان انت راجل يا قلبي.